إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لا تقوم الحياة إلا بالمال يقول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي تقوم مصالحكم فالمال من ضروريات هذه الحياة فلا تقوم الدنيا ولا يقوم الدين إلا بذلك ويقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فنهى رب العالمين عن أكل أموالنا بالباطل وأن ندلي بها إلى الحكام من أجل ذلك حمى ربنا المال ووضع عقوبة صارمة لمن أراد أن يعبث به أو أن يأخذه من غير حق يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فرب العالمين أخبر وحكم فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسرقة هي أخذ المال خفية عن حرز مثله بشرائط مخصوصة أن يكون قد بلغ نصابا فمن اعتدت يده وعبثت بالمال وأخذته من حرزه من البيت أو الصندوق أو المخبأ أو الجيب أو من المسجد فهي يد خائنة يجب أن تقطع وأن تبان من الرسغ من يد صاحبها لأنها يد فاسدة والحكمة في قوله نكالا من الله
والله عزيز حكيم. ذكر المفسرون أن الأصمعي قرأ هذه الآية وبجانبه أعرابي وغلط ولم ينتبه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: هذا كلام من؟ قال: كلام رب العالمين. قال: ليس بكلام الله. فقال له الأصمعي: أتقرأ القرآن؟ فقال الأصمعي للأعرابي: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: فكيف عرفت أنه ليس بكلام الله؟ قال: لأنك قرأت والله غفور رحيم، فلو غفر ما قطع، لكنه عزى فحكم فقطع فرجع وراجع نفسه فقرأ على الصواب، رحمه الله تعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعض المخرفين اعترض على حكم رب العالمين فقال المعري: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. اعترض على حكم رب العالمين فرد عليه بعضهم قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ولهذا اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فلو اعتدى شخص على آخر وقطع يده فإنه يدفع ديتها 50 ناقة، 50 من الإبل، لكنها لما خانت تقطع في ربع دينار، في 3 دراهم من الفضة، أو في ربع دينار. أيها المسلمون، السارق ظالم والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول ربنا في هذه الآية: فمن تاب من بعد ظلمه، أي من بعد السرقة، فالسرقة ظلم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فهي ظلم. والسارق سيأتي بما أخذ وما امتدت إليه يده، يأتي يحمله يوم القيامة ويفضحه بين يدي الله، والناس ينظرون إليه. أما بالنسبة لمن سرق منه، فما سرق من ماله فهو صدقة له، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ النبي البيعة على الصحابة الكرام الأطهار رضي الله عنهم، ومما أخذ عليهم ألا يسرقوا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مخبرا سبحانه وتعالى عن المؤمنات: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصابة من أصحابه، فقال النبي: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال الصحابي: فبايعناه على ذلك. قال الصحابي: فبايعناه على ذلك. أيها المسلمون، إن قطع اليد في أخذ المال خفية كان موجودا عند قريش وفي زمن الجاهلية، فأول من قطع هي قريش. الذي سرق كنز الكعبة أتت به وقطعت يده، فجاء الإسلام موافقا ومعززا وزاد شروطا، بل إن قطع وإقامة حد السارق في كتب الأنبياء السابقين. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، وهذه قبيلة عربية عريقة شهيرة، فأهمها ذلك، أي دخلها الهم لأن العرب تحافظ على سمعتها وعلى شرفها، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة حبه وابن حبه. فكلمه أسامة فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها، وحاشاها من أن تمتد يدها إلى الحرام، فهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. لكن أراد النبي أن يبين أن لا شفاعة في الحدود، في حدود رب العالمين، ومن فعل ذلك فقد هلك. الذي يتلاعب بحدود الله فإنه إلى الهلاك واصل، كما هلك الذين من قبلنا. أيها المسلمون، السارق مفسد في الأرض، السارق مفسد في الأرض. يقول الله في سورة يوسف: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه
من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. الآية الشاهد قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فالسارق مفسد في الأرض يكتوي منه الناس، هذا يأخذ ماله وهذا يأخذ هاتفه وهذا يأخذ سيارته وذاك يأخذ نعله وذاك يأخذ بضاعته وذاك يأخذ متاعه، إنه يأتي يحمل ذلك يوم القيامة. لعنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، ملعون. والملعون هو المطرود. وانظر إلى فعله المهين المشين الذي يدل على حقارته وسفالته، يبدأ بالبيضة ويبدأ بالحبل ويترقى ثم يؤخذ وتمد السكاكين والمدي إلى هذه اليد وتقطع يده وتحسب حتى لا يموت. أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في ربع دينار فصاعدا وقطع في مجن أي إناء ثمنه 3 دراهم، صلوات ربي وسلامه عليه حفظا للأموال، فلو أقيم الحد لم تنع السارق وأمن الناس على أموالهم. لكن لما لم يقم صار يعبث بالأموال المعصومة التي نهاه رب العالمين سبحانه وتعالى عن أخذها. أقول ما قلت وأستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي لما كسفت الشمس قام وصلى وقام وخطب أصحابه، فأخبر أصحابه أن النار عُرِضَت عليه، قال فرأيت صاحب المحجن، والمحجن عصا رأسها معكوف ومعوج، قال ورأيت صاحب المحجن ومحجنه في يده يجأ بطنه ويطعن بطنه. وقصة هذا الرجل أنه كان إذا مر الحاج مد محجنه وعصاه فيعلق المتاع، فإن انتبه له قال علقت بعصاي، وإن لم ينتبه له أخذ المتاع وأخذ ما كان يحمل. قال النبي فرأيته يتوجأ ويطعن نفسه بمحجنه في نار جهنم، والعياذ بالله. وأعظم السرقة أن يسرق الرجل من جيرانه ومن الأقربين إليه. روى الإمام أحمد والبخاري من حديث المقداد بن الأسود
رضي الله عنه، وفي الحديث أن النبي قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من جاره، من أن يسرق من جاره. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ومن سخط الله ومن عقوبة الله، هذا رجل يعتدي على جيرانه ويأخذ أمتعتهم أو أموالهم أو ما يحتاجون إليه. أيها المسلمون، العرنيون الذين أتوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجتووا المدينة مرضوا، لم يناسبهم جو المدينة، فلما مرضوا أمر النبي بإبل من إبل الصدقة أن يخرجوا وأن يشربوا من أبوالها ومن ألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأرسل النبي في طلبهم فجيء بهم، فلما جيء بهم أمر بهم فقطعت أيديهم، قطعت أيديهم وسملت أعينهم وألقوا في الحرة يأكلون الحجارة يطلبون الماء فلا يستسقون، وهذا جزاء فعلهم. أكرمهم رسول الله فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا عن دين الإسلام، فهذه عقوبتهم، فالقتل لأنهم قتلوا والقطع لأنهم سرقوا إبل الصدقة. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده أمر النبي بقطع يدها، والمسألة فيها خلاف. فيا عباد الله، العفة العفة، والأموال إنما تطلب من طرقها ومن أوجهها التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى، أما ذاك الذي يعتدي عليها تقطع يده وتعلق يده في رقبته من أجل أن يكون عظة وأن يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي على أموال الناس، سواء كان رجلا أو امرأة، إلا إذا كان صبيا فالصبي رفع عنه التكليف، لكن يجب على والده أن يعلمه وأن يربيه تربية صحيحة، وهكذا المجنون رفع عنه القلم. أما من كان مسلما عاقلا بالغا وسرق نصابا فإنه يقام عليه الحد، والذي يقيم الحد عليه هو ولي أمر المسلمين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في دورنا، وأن يحفظنا، وأن يحفظ أموالنا وأولادنا، وأن يحفظ لنا ديننا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى يا رب العالمين، والحمد لله.